الاستاد تحت المزال. علي من الجي العاصمه لدوفال روحوا للاستاد في بقات ربع دقائق روحوا للاستاد ناخذوا مليار و200 مليون والله مليار و300 والله مليار ربع. المهم مليار رسمي المليار رسمي العرق كما قال صالح العرق كاين كاين صح. الاستاد هذا تخدم في 2020 خدموا المقاول وين في حي بن شعيب قريه بن شعيب بلديه الفاحول دائره الرمشي ولايه تلمسان تخدم هذا الاستاد. وجا الوالي وجا شاف دائره وجا وقع جاو قع قع جاو ما قعد حتى واحد في الدار جاو قاعد يدش في الاستاد. كي جاو دش في الاستاد وراحوا موراهم شهرين ثلاثه الاستاد طاح العرق راح اطلق هذا استاد طاح العرق راح العرق مليارها استاد طاح العرق راح 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 يروح راح استاد راح والعرق راح يطاد راح 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 والعرق راح وفي الرمشي وفي تلمسان وفي بسكران وفي تلمسان راح راح وفي الوحول وبن شعيب يا سيد الوالي ويا دلالي يا سيد الوالي ويا دلالي يشوف الحالي اصطاد راح والعرق طاح اصطاد طاح اصطاد مليار و200 مليون دركا كون تقول مليار و200 مليون يقول لك انه كذاب علاه مليار و300 هم بعد روح المليار وديروا واش حبيتوا مليار والنقاط مليار و100 الله يسهل. المهم راح العرق صح كاع بالعرق ال300 هذيك وال200 يقول مليار الله يسمح العرق راح. سؤال هل الوالي على باله هل شاف داير على باله هل المهم المقاول دار دراهم دار العرق والوالي راح واستاد راح والعرق راح. هاي نبداو من الاخر السلطات تاع الرمشي تاع المسارك ما حطينا نضرب زيد واحدة زيد واحدة تاع ايدوفال زيد واحدة زيد واحدة زيد واحدة يا اخي باطل ايدوفال او مهدية تيرتي مهدية زيد واحدة زيد واحدة القرقور الطارف زيد واحدة زيد واحدة الحطاطبة زيد واحدة خلا خلاص الواحد الصطاد راح والعرق راح والواري راح راح وقع جا وقع إلى هنا ينتهي لقائي بكم خلاص أطلق جيش نوي العظيم نوي حافر